وش الخير عليك وقادر يا كريم. انت لسه شفتي حاجه يا سميحه؟ تعالي ما افرجك على البسين، حمام السباحه. ما انا شفته من الدور اللي فوق يا اختي. شفتي؟ بس قعدتي قدامه؟ لا، تعالي ملي عينك بميته الزرقاء وعيشي مع نفسك. ويا سلام بقى على نسمه هوا تعدي تقلب جواكي كل اللي بتحبيهم ويحبوكي. معلش، اصلي خدت على قعده المطبخ. مطبخ ايه بقى يا سميحه؟ هو احنا يا اختي مكتوب علينا نتولد في المطبخ ونعيش ونموت في المطبخ؟ يا بت، الدنيا قدامنا اهي، ملهاش اول من الاخر. انا دنيتي بيتي وبناتي وبس. ايه ده، احنا لسه ما كبرناش قوي كده. الدنيا دي تفتحي لها باب تلتقي باب تاني وتالت ورابع. طب وانتي يا اختي فتحتي كام باب لغايه دلوقتي؟ انا لسه اولكش في الباب الاولاني، الفله والعربيه. ربنا يبارك لك كمان وكمان، ونشوف على ايدك خير الدنيا كله. عارفه يا بدريه، القعده الحلوه دي هتخلي رقي يكري على فيلا انا كمان عشان اتمتع بخير كوس. خير ايه يا سميحه اللي بتتكلمي عنه؟ ده الخير اللي انت شايفاه ده اقل بكتير من الخير اللي عندهم. انا بس بان عليا الخير عشان نصحى قاعده ومدلدله رجلي ورابطه رقبه فتحي بحبل، ما يعرفش يروح يمين او شمال الا بشده من ايدي ولا يتخنق. ربنا يبارك لك كمان وكمان، انما انا حسره عليكي يا سميحه، يا دوبك واحده من الستات اللي على ذمته وخيره مبعتره على كل واحده شويه. ما تشيليش هم يا اختي، احنا اصحاب وصحاب سرهم لبعض، وانا هفطمك تعملي ايه كويس عشان تحققي كل اللي نفسك فيه. وليكي عليا، مفيش باب دنيا هدخله الا وايدك في ايدي. ازاي بس؟ ازاي وانا معرفش عنه اي حاجه؟ الا صحيح، قولي لي يا اختي، هما زعلانين من بعض؟ مين؟ الحاج فتحي واحمد. انت ما تعرفيش يا سميحه؟ واعرف منين يا اختي؟ ما انت عارفه جوزك وعارفه احمد اخوه، مشاكلهم كلها ورا البواب واللي قدامها شغلهم وبس. يعني انت ما عرفتيش انهم مدوا ايديهم على بعض؟ يا نهار اسود، ضربوا بعض. فتحي مد ايده على احمد. اخس عليك يا فتحي. عشان كده. عشان كده ايه؟ اصل سمعت احمد بيكلم حبشي في التليفون وبيقول له اوعى فتحي يعرف، ولو عرف هسوي واعمل فيك. يعرف ايه؟ مش عارف، اهو ده اللي سمعته. مش بتقولي كان بيكلم حبشي؟ طب خلاص، امره سهل، نكلمه نعرف منه. مدام امره سهل يبقى كلميه اعرفي منه، انما انا ما قلتلكيش حاجه. اكلمه انا ازاي؟ ما انت عارفه ان هو لا بيطقني ولا انا بطيقه. كلميه انت. خلاص، ليكي عليا، اول ما اروح اكلمه وبعدين ابقى اقول. واول ما تروحي ليه؟ ما تكلميه من هنا وانا ما فيش تليفون اهو. هي حبكت يعني دلوقتي؟ ما قلتلك هكلمه بعدين. لا يا اختي، هي حبكت معايا قوي دلوقتي، كلميه عشان تخلصي وانا ارتاح. اصلي مش حافظه نمرته، النمره بتاعته انا كاتباها عندي في الاجنده. بسيطه، انا كمان كاتباها في الاجنده، هقوم اجيب لك التليفون والاجنده. خلي اهي اهي النمر، خدي. خلاص بقى، خلاص يا بدريه، خليها. يلا يا سميحه. الله، في ايه يا هوانم؟ انتم يا هوانم يا اللي جوه، هاتوا حاجه ساقعه بسرعه. ايه كل ده؟ الو. ايوه يا ماما، ازيك؟ عامله ايه؟ حبشي يعني هو ده يا ماما صوت عمو حبشي؟ معقوله مش عارفه تفرقي ما بين صوت بنتك ام هاشم وصوت عمو حبشي؟ احمد بابا قال لي ايه؟ ماما انت اكيد بتهزري معايا مش كده؟ ماما انا مش فاهمه حاجه، انت بتقولي ايه؟ الو ماما. ماشي ماشي يا حبشي، يلا مع السلامه. سلم لي على مديح. مع السلامه يا اخويا. قالك ايه بس؟ امان عليكي يا بدريه والعيش والملح اللي بينا، ما تجيبي سيره لاي حد. انت عبيطه يا سميحه. طب احلفي وحياه عيالك. ولا عدم عيالي، ما انا جايبه سيره ولا قايله انك قلتي حاجه. هو كان بيقول لحبشي ما يجيبش سيره لفتحي كده على مشروع بيعمله مع اللي اسمه امجد سعيد. مشروع ايه؟ ما قالكيش. مصنع كده ولا مصانع بتاع طوب رملي طفيلي، حاجه زي كده يعني. طوب طفلي قصدك؟ ايوه هو ده، الطفلي ده. بس امان عليكي اوعي تجيبي سيره لحد ولا تغدري بيا. عيب عليكي يا سميحه، ده انت بتكلمي مره في 100 راجل، وبكره الميه تكدب الغطاس. وقعدت طول المكالمه تكلمي ام هاشم على انها حبشي؟ والله، والبنت يا عيني امها مش فاهمه حاجه خالص، وعماله تقول لي انا مش عمو حبشي يا ماما، انا ام هاشم. والله انت ب 100 راجل، سيبك انت. ما شفتنيش بقى لما قالت لي كلميه دلوقتي ركبي ثابت، وقلت خلاص كده انت يا سميحه اتفقستي، وما بقتش عارفه اعمل ايه. حاجه كده من عند ربنا قالت لي كلمي البيت دلوقتي. والله العظيم كده.
طب بس فرضا ام هي اللي ردت عليه كانت هتبقى مصيبه، بس الحمد لله ان انا عارفه ان البت ام هاشم بتحب ترد على التليفون. اهو لقينا فايده لخلفه البنات، الحمد لله رب العالمين. عشان تحس بقيمتي وتعرف وتتاكد ان مفيش حد قلبه عليك غير مراتك. انا عارف، بس من غير وجع دماغ كده. ومن الاخر في ايه؟ الاخر ان اخوك احمد اللي من لحمك ومن دمك بيلعب من وراك، ولولا ان انا في ظهرك كان زمانك اتكفيت على وشك. الله يكرم اصلك، ده بدريه من غير لف ودوران. في ايه؟ تديني كم واقول لك. ايوه هي دي بدريه حبيبتي، اللي عامله ان هي بتدور على مصلحتي وشغلي، وهي بتظبط مصلحة لنفسها. وهو عيب يعني ان مراتك تبقى حركة وشطرة؟ لا مش عيب. هات اللي عندك وانا قايم. اخوك احمد بيعمل مصنع طبطفلي. طب ايه الجديد في كده؟ الجديد انه بيعمل كل ده من ورا ظهره. انت عبيطة بدرية ولا ايه حكايتك؟ بتضحك على ايه يا راجل؟ هو للدرجة دي البرشام نحس معاك؟ البرشام فكرتيني والله. لا انا بضحك يعني، اجمنك فاكره اللي انت جبت الديب من ديله. يعني انت كنت عارف؟ طبعا عارف، انا طرف اساسي في الموضوع ده. طرف اساسي ازاي؟ شريك يعني في ذات نفس المصلحه دي، ودي حاجه انا فاكرها كويس قوي وعمري ما هنساها. ولما انت طرف وشريك، اخوك احمد مش عاوزك تعرف ليه؟ ومين قال لك الكلام ده؟ مالكش دعوه بقى، ده شغلي. خلي بالك انك دايخ وصدك سهل، والصد لما هيجي من قريب هيدمر قوي. وانت فاكرة بقى يعني اللي انت هتحميني وتخلي بالك من مصلحتي؟ امال بخلي بالي من مصلحة امي؟ امك لا بدري، انت ان شاء الله بنبشك ده وتفتيشك ورايا هتخرب الدنيا ان شاء الله. يعني انا غلطانة يا فتحي؟ غلطانة يا بدري، والغلط راكبك من ساسك لراسك. هو فين ساسك؟ مش مهم، المهم لو مروحك الشركه ده هيجيب لي وجع الدماغ بلاش منه خالص. يعني ايه؟ يعني يا بدرة تبقى محرمه عليا زي امي واختي لو رجلك خطت عتبه الشركه تاني. ضربت معلم يا ولد، ضربت معلم، واطلق الحكم صافره النهايه وطردها من الملعب. الشركه بيتهيألك والله يا احمد، وبكره تشوف. انت اللي هتشوف. عيب عليك، ده انا دكتور في معرفه كيفيه دراسه الحريم واعرف ايه اللي في دماغك كويس قوي. وحياتك انت لبكره تلاقيه داخل الشركه وصاحبها في ايده. ما ينفعش يا حماده، ما ينفعش، ده قالها علاء الحرام ما انت داخل الشركه. انت ما سمعتوش وهو بيحكي؟ لا وكان فارد نفسه ونفش ديك روم يعني. ايوه اخويا سمعته، وسمعته قبل كده في بيتك وهو بيقول انه هيسيب لها نصيبه في الشركه تدوره بمعرفته، وبرده ما حصلش. ده في عاده الصلح اللي انا ما حضرتهاش. ايوه. لا لا لا، ده موضوع تاني خالص خالص يا محمد، صدقني صدقني يا ابني والله ما ينفعش. فتح ما ضحيش بنفسه لا عشانها ولا عشان حد غيرها. اتفضل. اهلا يا استاذ عبد التواب. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دي ملفات الشركه التجاريه للخدمات المتكامله، في ملف مفتوح لسه ما اتقفلش فاضل لنا عندهم 200,000 جنيه. ده غير يا حاج العقد ابو 8 مليون، وردوا لنا بمليون ومية وخمسين ألف ما بين أجندات وكتب وكراريس ونتائج، يبقى فاضلين عندهم 6,850,000. ده غير إن في بضاعة مع التسليمها جه وما سلموهاش. طول عمرهم بيعملوا كده يا حاج محمد، طالبناهم نستعجلهم قالوا حاضر، وادي وش الضيف. سهل أوي أوي أوي، هتبعت لهم جواب مسجل بعين الموصول، وهتودي الدفاتر اللي معاك دي كلها بالورق ده كله للاستاذ وحيد تعالى. تحت امرك. وانا هكلمه. تحت امرك، تحت امرك يا حاج. هو وحيد تعالى بايه؟ 8. وحيد بيه، ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ بص بقى، الشركه التجاريه للخدمات المتكامله، واضح ان هم ناس نصابه وعايزين ينصبوا عليه. اللي انا عايزه حضرتك تجهز لي بالدفوع القانونيه والثغرات والشروط الجزائيه، الحاجات دي كلها، وما ترفعش اي دعوه غير لما اقول لحضرتك ان انا عجزت. اشكرك يا حبيبي. عايزه؟ طب استنى، الحاج محمد عايزه. ايوه يا وحيد بيه، بقول لك ايه، الحاج فتحي ملوش دعوه بالموضوع ده خالص. ها الموضوع ده تمامه عند الحاج احمد او عندي. يا سيدي احنا متفقين مع الحاج فتحي على كده، ارجوك اعمل اللي بنقول لك عليه وبس. الله يبارك لك يا سيدي. لو سمحت
يا ريت نخلص اجراءات توقيع الشيكات مجتمعين من فضلك. بارك الله فيك، مع السلامه. تمام قوي كده، ما بقاش قدامنا غير اننا قبل ما الراجل اللي اسمه وحيد ثعلب ده يعمل اي اجراء قانوني نكلم الدكتور سعيد السيد. نكلمه نقول له ايه يعني يا دكتور؟ ما هي بنت لبيتها اهي. اذا كانوا مش عارفين يقفلوا العقد القديم يبقى يقفلوا العقد الجديد اللي هو اصلا قد القديم 8 مرات. بقى حماده افهم، خليك عاقل كده وحليم. احنا نبتدي بالحسنى. الحسنى ما جابتش نتيجه، للاسف ندخل بالسيئه والعياذ بالله. السيئه ما جابتش نتيجه، ساعتها ندخل في القانون. تلاقش يا حماده. ايوه يا سيدي، اعمل لهم اللي هم عايزينه. واحد بيه اعمل لهم اللي هم عاوزينه ازاي يا حاج؟ اي اجراء قانوني هتتخذه دلوقتي ده معناه ان انت بتعادي حافظ بيه سعيد وزير التنميه الاداريه مباشره. يا وحيد بيفهمني، انا مش سعادي ماليش صله بيهم خالص. انا اتفقت مع ابويا ومع احمد ومع محمد على كده، انا بره وهم يتصرفوا. لو باظت هتبوظ على الكل، ولو ظبطت هتظبط على الكل برضه. والله يا حاج اللي تشوف انا ما عنديش اي مشكله، بس في موضوع تاني ما اقدرش انفذ لهم فيه اللي هم عاوزينه. موضوع ايه خير؟ حق التوقيع مجتمعي. وما ينفعش ليه بس يا متر؟ لان حق التوقيع المنفرد اللي ليك باعتبارك رئيس مجلس اداره الشركه ده بيديلك نوع من المرونه والاستقلاليه في اتخاذ القرارات السريعه اللي من شانها لو اتعطلت تضر بمصلحه الشركه. ده نمره واحد. نمره اتنين، في خلط في المعاملات الماديه والحسابات بينك وبين مدام بدريه. يعني لو حضرتك مضيت مجتمع مع اي حد كان سواء من اخواتك او ابوك، ده بيديهم الحق ان هم يتصرفوا فيما تملك وما لا يملكون، ودي في حد ذاتها مغالطة قانونية. وخلط للأمور المشروعة اللي تخص زوجتك وتخصك وتخص أولادك فيما بعد. حاج اسمح لي إن أنا أنبهك لأي ثغرة ممكن تقع فيها بأي تصرف ناتج عن وازع أخوي أو اعتبار أسري مهما كانت أهميته بالنسبة لك. أنت جاي تترافع هنا يا أستاذ؟ أنا دماغي مش ناقصة. أنت عايز تقول إيه يعني؟ عايز نرجع في كلامي؟ أطلع عيل قصاد أبويا قصاد إخواتي؟ والله يا حاج الموضوع ده يخصك أنت، أنا اللي عليا قلته، اللهم بلغت اللهم فشل. طب شوف لنا اي حل، شوف لنا اي حاجه في القانون كده يعني هتمحك فيها عشان بدل ما اطلع صغير قصاده. مع الاسف يا حاج مفيش سبب قانوني، لان دي حاجه خاضعه لارادتك انت الشخصيه. بس في حاجه ممكن نعملها، احنا هنسوف ونماطل على قد ما نقدر بحجه تباطؤ المخاطبات والاجراءات البنكيه واهميه الانتظار لانتهاء السنه الماليه عشان يتم التوقيع مجتمعين مع الميزانيه الجديده. وحلني بقى قبل ما السنه الماليه تخلص يكون ربنا فرجها من عنده. ايوه كده يا استاذ وحيد، صحصح معايا. يا اللي مفيش حاجه في القانون ملهاش مخرج عندك. الا حاجتين اتنين يا حاج، الاعتراف والدليل الدامغ، دول اللي انا بقف قدامهم متكتف ما اقدرش اعمل اي حاجه، واحيانا برضه ربنا بيسهلها. تتكتف ايه بس يا راجل؟ ده انت حبال القانون كلها ما تعرفش تكتفك، امال انت اسمك وحيد ثعلب من شويه. وانا شعرفت، ما يمكن يكون في حاجه حصلت بعد كده انا ما اعرفهاش. انا قلت لك على اللي سمعته بوداني في الدقيقه اللي انا كنت موجوده فيها، وبعد كده في يجي مليون دقيقه انا ما اعرفش عنها حاجه. وبعدين انت ليه بتكلميني كده زي ما تكوني بتحققي معايا او عايزه توقعيني بالكلام؟ انا ما بكدبش يا بدريه. ما انا عارفه انك مش كداب. طب ولما انت عارفه امال ليه بتلفي وتدور؟ عشان افهم وتاكد. هو مش جايز احمد جوزك يكون عمل الحكايه دي قدامك بالعينه عشان توصليها لي؟ او امال الدب الدبه اللي دبتها دي؟ الله اعلم. والله يا اختي انا ما دخلتش جوه دماغه عشان اعرف فيها ايه. وبعدين هو عارف كويس قوي ان مراته مش نقالت كلام، يعني ما اظنش ان فكره زي دي ممكن تيجي في دماغه. ده بيتهيألك يا حبيبتي عشان انت عبيطه وما بتعرفيش ابدا تقفشي اللي قدامك بيفكر ازاي. بصراحه انا ما بحبش اظن حاجه في حد ممكن ما تبقاش موجوده. ان بعض الظن اسم. بعض الظن يا حبيبتي مش كله، عشان ساعات تظني وظنك يبقى في محله، وانا متاكده ان جوزك هو اللي لعب اللعبه دي. بس انا مش هسكت، مش بدريه اللي قعدوها في البيت وتسكت. هتعملي ايه يعني؟ هتروحي لهم الشركه بالعافيه؟ جوزك وحالف عليكي ما تروحيها تاني، واخواته مش عايزينك، هتدخليها ازاي بقى؟ مش هقولك ازاي الا بعد ما ادخلها تاني. المزاج المزاج يا حاج.